عبر مآذن الجامع الأموي في دمشق يصدح صوت عدد من مؤذني المسجد الشهير واضحا جليا للسامعين بعد أن خلت الشوارع من المارة إثر الحجر المنزلي الذي فرض بعد انتشار فيروس كورونا. أكبر المؤذنين محمد علي الشيخ يبلغ من العمر 80 عاما، يجمع تلامذته لرفع الأذان داخل غرفة صغيرة في المسجد الأموي حين يأتي موعد الصلاة كتقليد فريد ورثوه عن أجدادهم. أشهد أن لا إله إلا الله. الشيخ محمد هو أحد المؤذنين القدماء الذين عاصروا مرحلة رفع الأذان مباشرة دون مكبرات الصوت التي وصلت في ثمانينيات القرن الماضي. أما الشيخ أبو أنس فهو أحد مؤذني المسجد الأموي أيضا، بدأ منذ نحو 10 سنوات وقد ورث الأذان والصوت الجميل أبا عن جد. أبي مؤذن وجدي مؤذن وأبو جدي مؤذن، نحن يعني وعيانين اللي بنعرفه أنه 5 أجيال بس في قبل. ومن محله في منطقة قريبة من الجامع الأموي ينطلق محمد الصغير من عمله الأول كتاجر فضة إلى مكانه المفضل في رحاب المسجد الأموي حيث يعمل مؤذنا بصحبة الآخرين. أصوات جميلة تصدح بتوحيد الله لتؤنس وحشة دمشق في رمضان القادم وسط ظروف الحياة القاسية ما بين حظر وصعوبات أخرى خلفتها سنوات طويلة من الحرب.